بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من مدينه الخبر الجميله، منطقه شرقيه في المملكه. الخبر، دمام، راس النوره، الجبيل، عندي كده زي الاسكندريه، صيف وشتاء حاجه ممتازه حتى مع الرطوبه في الصيف. اما جده ده موضوع تاني، موضوع عشق يعني. طيب نجاوب على السؤال، انا سي بي اتش كيو، ينفع ادخل امتحان السي بي بي اس مباشره بدون ما اخد كورس؟ يس، ولكن بشرطين. اول شرط ان انت تبقى فاهم منهج السي بي اتش كيو كويس، مش مجرد ان انت حليت اسئله ودخلت الامتحان ونجحت، لان السكوب بتاع السي بي بي اس او السيرتيفايد بروفيشنال ان بيشنت سيفتي مختلف عن سيرتيفايد بروفيشنال ان هيلث كير كواليتي. زي ما قلنا قبل كده، البيشنت سيفتي عباره عن دومين من اربعه، وهو الدومين الاصغر في السي بي اتش كيو، بينما السي بي بي اس كل الفوكس بتاعها في البيشنت سيفتي بابحاث عميقه بكلام جميل جدا 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 بصراحه. طيب دوت اول شرط، ان انت تبقى فاهم الثيوري كويس بتاعه السي بي اتش كيو، مش بس الدومين بتاع البيشنت سيفتي، لان انت برضو محتاج شويه امبروفمنت، شويه انفورميشن مانجمنت، شويه ليدرشيب، هتلاقي الكلام ده كله اللي انعكسته تمام. لكن تظل السي بي اتش كيو السبيكترم بتاعها برودر عن السي بي بي اس. الحاجه الثانيه، الشرط الثاني، لو انت سي بي اتش كيو تدخل امتحان السي بي بي اس، لو سيادتك عندك خبره عمليه في البيشنت سيفتي. ليه؟ لان في الحقيقه الامتحان كله عباره عن فهم. لو انت فاهم كويس هتعرف تجاوب كويس، مش فاهم كويس او ما تعرضتش للحاجات دي بيبقى المواضيع شويه صعبه. واحد يقول طيب السي بي اتش كيو احنا دخلناه من غير خبره، في الحقيقه يعني ممكن جرب، لكن انا بقول لك النصيحه بتاعتي، لان في الحقيقه البيشنت سيفتي بيتعامل مع كلينيكال سيناريوز اكتر من السي بي اتش كيو. السي بي اتش كيو بتحمل في طياتها ايضا الاداره، لكن البيشنت سيفتي بيتعامل بيورلي هيلث كير. عشان كده يفضل دايما اللي يدرس سي بي بي اس يبقى عنده خبره في الهيلث كير راذر سي بي اتش كيو. سي بي اتش كيو لو حضرتك خبره اي تي او اي حاجه يعني قانون، في بعض الناس قانون واي تي كانوا بيكلمون عشان يدربوا سي بي اتش كيو، لكن السي بي بي اس ديفينتلي وذ هيلث كير باك جراوند. يبقى دول الشرطين يا جماعه، لو انت سي بي اتش كيو تدخل السي بي بي اس ازاي، لو حضرتك فاهم انك سي بي اتش كيو كويس وفي نفس الوقت في بعض الخبره العمليه في موضوع الشغل في المستشفيات، سواء في الكواليتي، في الاكريديتيشن، في البيشنت سيفتي. الحاجه الثالثه بقى، سواء انت خدت كورس سي بي بي اس او حضرتك سي بي اتش كيو بالشرطين دول، ايه طريقه المذاكره؟ طريقه المذاكره خمس نقط نكتبهم مع بعض كده. اول حاجه ان حضرتك هتذاكر ال 10 موديولز بتوع الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن، اللي هي كانت السبونسر القديم لوحدها لامتحان السي بي بي اس سيرتيفايد بروفيشنال ان بيشنت سيفتي تمام. دول كانوا 10 موديولز، تذاكر البرزنتيشن، ويفضل طبعا تسمع الام بي 3 بتاعها قدر الامكان. الحاجه الثانيه، 6 موديولز بتوع الكورس الجديد للاي اتش اي، لما حصل الميرج بين الاي اتش اي انستيتيوت فور هيلث كير امبروفمنت والناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن، عملوا كورس كده 6 موديولز فيهم بعض التحديثات وبعض الحاجات، يبقى دوت رقم 2. برضو تقرا البرزنتيشن، او لو انت معاك حاجه ليها، انا ما اعرفش دي ليها اوديو او كده، لكن يعني في ناس حضرت ورك شوبس هنا في الرياض، حصلت في رافال كيمبينسكي في نوفمبر الماضي 2017 على هامش المؤتمر اللي احنا اتكلمنا فيه السنه اللي فاتت، ومثلنا في سباهي موضوع كان السكند انترناشونال سيمبوزيوم اون كواليتي اند بيشنت سيفتي. طيب يبقى دوت كان المصدر رقم 2 بعد ال 10 موديولز بتوع الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن و 6 موديولز بتوع الاي اتش اي. تبدا تذاكر البرايمرز. البرايمرز والكريدت هنا للدكتوره هبه حموره الزميله هنا في الدمام، ربنا يبارك فيها. كنت انا ما اسمعش البرايمرز قوي يعني، رغم ان انا متابع لل ahrq.gov AHRQ اللي هي Agency for Healthcare Research and Quality. ده موقع مشهور أمريكي حكومي، وأشهر حاجة الناس عارفاها عنه اللي هو الـ Patient Safety Survey اللي بيحصل في المستشفيات، ومطلوب أصلا في معايير سباهي في الحقيقة أنت تعمله، اللي هو الـ Hospital Survey on Patient Safety. ده حاجة معروفة جدا طبعا الـ AHRQ، لكن هم نزلوا مجموعة مقالات مختصرة عن Patient Safety على حاجة اسمها Patient Safety Net، اسمها Primer. البرايمرز دي مجموعة مقالات، جمعها واقراها بعد بالترتيب دوت 10 موديولز ناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن، 6 موديولز اي اتش اي، وبعد كده البرايمرز. رقم 4، كتاب الاندرستاندينج بيشنت سيفتي بتاع دكتور وكتر ودكتور جوبتا. كتاب طبعا خطير وجميل، لكن لو انت عملت الثلاث خطوات اللي فاتوا دول هيبقى الكتاب ده بالنسبه لك عباره عن ان انت سكيم ثرو، بس تمر فيه مرور الكرام، وهتستوقفك بعض الحاجات الجديده فيه بس، وهتستمتع ببعض السيناريوهات وبعض الابحاث الجديده العميقه
في الحقيقة، لأنه كتاب خبرة كبير وعميق وعملي، يعني كتاب جميل قوي. لكن لو أنت عملت الثلاث خطوات اللي قبل دول هيبقى الموضوع بسيط جدا عليك، وهتحس إن أنت فعلا بتعمل سكيمينج ثرو، يعني أنت بتتصفحه، يعني لو قدرنا نقول. الخطوة الخامسة والأخيرة شوية براكتس اكزامينيشن، أو شوية أسئلة، الأسئلة اللي موجودة براكتس تيست، وأعتقد إن هو يعني بيعطي صورة معبرة عن الامتحان، غير البراكتس تيست بتاع السي بي اتش كيو لا يعبر خالص عن بتاع السي بي اتش كيو. بتاع السي بي اتش كيو ده مختلف تماما عن السي بي بي اس. لكن ممكن تستفيد برضو بالإضافة للبراكتس تيست من خبرة الناس اللي دخلوا الامتحان، مش هتضيف لك كتير قوي بصراحة، لأن لو أنت مشيت بالخطوات دي أعتقد إن أنت تبقى مور ذان إناف. يبقى لو انت السي بي اتش كيو ينفع تدخل الامتحان، في شرطين: تبقى فاهم المنهج كويس بتاع السي بي اتش كيو، وفي نفس الوقت يبقى عندك خبره عمليه في البيشنت سيفتي، لانه موستلي يعني سيناريوز متعلقه جدا بعمق في الهيلث كير وفيها كلينيكال سيناريوز. الحاجه الثانيه، لو انت سواء سي بي اتش كيو وعندك الشرطين دول، او خدت كورس علشان تدخل امتحان السي بي بي اس، هتحتاج تعدي على الخمس حاجات دول. والناس اللي هتتدرب معانا ان شاء الله في الكورس الجديد الاونلاين لايف بث مباشر بإذن الله اللي هيبدأ في سبتمبر 2018، هيبقى بيتكلم عن الخمس حاجات دول، الخمس ايتمز اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هو المنهج الذي لا غنى عنه لدخول الامتحان، بالإضافة طبعا إلى إن شاء الله حس الخبرة الكبير والأبحاث اللي احنا عملناها في المملكة والأبحاث اللي في العالم، نناقشها معاكم ونعملها كريتيك بحيث نصقل خبراتكم لو خبراتكم ضعيفة شوية، بحيث تدخل الامتحان إن شاء الله بكل توفيق. هتلاقوا في الديسكريبشن تحت كل التفاصيل عن كورساتنا الجديدة. دمتم بخير وفي أمان الله.